كل قطاع التأمين في مصر، وهو ملتقى شرم راندفو في نسخته الخامسة. كاميرا بيزنس كانت هناك وأجرت عدة لقاءات، هنروح نشوف مع حضراتكم اللقاءات دي ونرجع نكمل باقي فقراتنا. معالي الوزير، في البداية عايزة أعرف من حضرتك تقييم حضرتك لشرم رانديفو خمسة. يعني أنا سعيد جدا أن أنا أكون موجود النهاردة، وده العام الخامس على التوالي، وده بيخلي قطاع التأمين المصري موجود على الساحة الإقليمية والعالمية، لأنه الموجودين مش بس بيمثلوا مصر أو المنطقة، لا في كمان من مختلف دول العالم، فأعتقد ده شيء مهم، والحفاظ عليه للسنة الخامسة على التوالي بيأكد يعني أن هذا المؤتمر وهذا الملتقى أصبح من الحاجات اللي الناس حريصة أنها تيجي كل سنة، ويعني كمان بيتزامن مروره مع 70 سنة على إنشاء الاتحاد المصري للتأمين، ونتمنى إن شاء الله بعد 5 سنين الملتقى يكون بيحتفل بالعام العاشر بتاعه و75 سنة على مرور الاتحاد على إنشاء الاتحاد المصري للتأمين، وده بيؤكد أن صناعة التأمين في مصر هي من أقدم الصناعات، وأنا أعتقد أنه يعني لما رجعنا لصناعة التأمين هنلاقيها مصر يعني من أوائل الدول، أكثر من 150 سنة بتقدم خبرات للسوق المصري وللمنطقة العربية، فيعني أنا صراحة مبسوط جدا بهذا الملتقى. عاوزين نتكلم عن جهود الوزارة في دعم قطاع التأمين. يمكن احنا السنة اللي فاتت كان في مطالبات من القطاع بان احنا الجزء اللي هو بيتخصم من الوعاء قبل حساب الضريبة اللي هو بقى له فترات طويلة جدا 3000 جنيه لأقساط التأمين نزيد، احنا استجبنا لهذا وعملنا تعديل صدر في شهر يونيو الماضي خليناه 15% من الوعاء بحد أقصى 10000 جنيه، فدي الخطوة الأولى. طبعا كان في مطالبة بان احنا حاجتين، حاجة الأولانية انه الصندوق التأمين على المباني الحكومية، وزارة المالية انتهت من اعداد المشروع، احنا عملنا شغل عليه فترة طويلة، واحنا الحمد لله بعد المراجعات الفنية والقانونية ان شاء الله هنبعته لمجلس الوزراء في نهاية هذا الاسبوع. ايضا يعني انا كنت بشتغل فترة في هيئة الرقابة المالية كنائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ويعني كان لي الشرف في البداية في موضوع قانون التأمين، انا عارف ان الهيئة كملت والنهاردة قانون التأمين موجود في مجلس النواب، والقانون ده مهم جدا جدا، وانا اعتقد انه باصداره من مجلس النواب هيعمل قفزه كبيره في صناعه التامين خاصه التامينات الالزاميه، وده احنا كنا داعمين ليه في وزاره الماليه، وان شاء الله باذن الله مع هيئه الرقابه الماليه ان شاء الله مجلس النواب يقره، اعتقد ده هيكون له اثر قوي. ايضا بالنسبه للتامين الصحي الشامل احنا يعني النهارده وقعنا بروتوكول مع الاتحاد علشان شراكه القطاع الخاص و يعني صناعه التامين معانا، وخاصه التامين الطبي وتامينات الحياه في مشروع التامين الصحي الشامل اللي هو حلم المصريين في التغطيه الصحيه الشامله، يعني تبقى شراكه مع القطاع التامين وصناعه التامين والاتحاد المصري للتامين.